تعال نشوف الثلاث مسائل دول. بيقول لي ايه؟ مثل على خط الاعداد مجموعه العوامل الاوليه لعدد 30. احنا كنا لسه واخدينها، هنعيدها ثاني يوم. بيقول لي مجموعه العوامل الاوليه لعدد 30، هو بيقول لك مثل على خط الاعداد، يبقى لازم المجموعه اللي انت هتمثلها على خط الاعداد تكون مكتوبه بطريقه السرد قدامك. ما ينفعش تروح تمثل على خط الاعداد على طول كده، لازم تكون المجموعه اللي عندك مكتوبه بطريقه الايه؟ السرد. يبقى انا لازما اكتب المجموعه اللي عندي بطريقه السرد، يبقى افتح قوس ايه؟ مجموع. بيقول لي مجموعه العوامل الاوليه للعدد 30. ايه هي العوامل الاوليه للعدد 30؟ احنا اتفقنا قبل كده لما احب اجيب العوامل الاوليه للعدد 30 عندي طريقتين، ممكن اجيب العوامل كلها الاول وبعدين اخد منها الاوليه بس. طب لو حبيت اجيب العوامل كلها، لو حبيت اجيب العوامل كلها اجيبها ازاي؟ لا، لو انا حبيت اجيب العوامل كلها بتاعت ال 30 اجيبها عن طريق الايه؟ الاسم. اخد ال 30 واقسم على كام؟ فيها كام؟ يبقى بقسم اول عدد بقسم عليه مين؟ الواحد. 30 على الواحد فيها؟ يبقى العوامل اللي طلعت لي 1 و30، ده دي عوامل ال 30 كلها أولية وغير إيه؟ أولية، عشان لو طلب في مسألة تانية قال لي عوامل العدد 30 يبقى طلعت لي 1 وإيه؟ و30. بعد كده 30 على 2 هتديني كام؟ 15. يبقى عندي 2 15. بعد كده 30 على 3 فيها 10، يبقى 3 و10. بعد كده 30 على 4 تقبل؟ لا، ما تقولهاش بالبركه، لازم تكون عارف. هو في عدد ضرب في 4 يديك 30؟ جرب. أول حاجة 1 في 4 ما اداش ال 30، 2 في 4 8 ما اداش ال 30، 3 في 4 12 ما اداش ال 30، 4 في 4 16 ما اداش ال 30، 5 في 4 20 ما اداش لسه ال 30، 6 في 4 24 7 في 4 28 9 في 4 32 يبقى 9 في 4 ب 6 وايه؟ 30. عدت الايه؟ ال 30 ومفيش عدد اتضرب في 4 ده لل 30، يبقى ما بتقبلش. يبقى دي بالسلام. اشوف ال 30 على كام؟ 5 فيها؟ 6 يبقى طلعت لي ايه؟ 5 و6. بعد كده 30 على 6 فيها 5. ال 6 وال 5 احنا واخدينهم قبل كده وهم ايه؟ واقف. طالما وصلت العددين انا جايبهم قبل كده وهم ايه؟ واقف. ده ازاي نجيب عوامل اي عدد؟ ناخد عدد ونقسمه، نقسمه على الاعداد من اول الواحد قبل، وتاخد اللي انت قسمت عليه والناتج. هنا عايز ايه؟ مجموعه العوامل الاوليه بس. يبقى انا اخد الاوليه من دي. الواحد اولي؟ لا. ال 30 اولي؟ لا. الاثنين اولي؟ اه. يبقى انا احط الايه؟ الاثنين. 15 أولي؟ لا. الثلاثة أولي؟ اه. العشرة أولي؟ لا. الخمسة أولي؟ اه. الستة أولي؟ لا. لا. يبقى دي العوامل الإيه؟ أولية. وطبعا إحنا إدينا قبل كده تعريف الأعداد الأولية، وقلنا إيه؟ أمثلة لبعض الأعداد الأولية بتتحفظ زي اسم. دايما تتراجع. عشان بتفيدك كتير في مسائل كتير جدا. السنة دي والسنة الجاية كمان، والسنة اللي بعدها وهكذا. طيب كده انا جبت العوامل الاوليه. هي في طريقه ثانيه يا استاذ اجيب بقى العوامل الاوليه؟ قال لي في طريقه ثانيه اللي هي طريقه الايه؟ التحليل. طريقه التحليل، في ناس بتحلل بالعمود وفي ناس بتحلل بالشجر. تعال نحلل بالعمود ونحلل بالايه؟ بالشجر. 30 هقسمها العمود، يعني بقسم على أعداد أولية فقط. مش أنا عايز أطلع عوامل أولية؟ يبقى بقسم على أعداد أولية فقط. أول عدد أولي ممكن أقسم عليه مين؟ الاثنين. الاثنين. 30 على 2 تنفع ولا ما تنفعش؟ تقبل القسمة. 30 على 2 فيها؟ 15. 15 أحطها تحت 30. 15 أقسمها على كام؟ على 2 تنفع؟ أشوف الأول اللي بعد الاثنين. 3. 15 على 3 فيها؟ 5. ده أقسمها على 5؟ مش هي أولي؟ أنا ليه هنا ما قسمتش على 15؟
عشان 15 مش اول، لكن هنا العدد هنا 5 اول، يبقى اقسمه على نفسه ولا يحد ما. ليه؟ لان طالما ده اولي مش هيبقى الاسم على اعداد اوليه ثانيه الا نفسه. الا ايه؟ نفسه. يبقى 5 على 5 فيها طلع لي ايه العوامل الاوليه؟ 2 2 3 5. لو ضربتهم في بعض هيديك 30. 2 في 3 ب 6، 6 في 5 بايه؟ ب 30. طيب بطريقه الشجر اقول ايه؟ 2 في 15. والله 2 في 15. وفي ناس تقول لي 5 في 6. 5 دي اولي صح؟ يبقى حوط عليها بدايره، اقفل عليها بدايره خلاص لانها اولي مش هعرف اطلع منها فرعين. اما 6 اولي يبقى اطلع منها فرعين. كام في كام؟ 2 في 3. الاثنين اولي؟ اقفل عليها بدايره. 3 اولي؟ اقفل. يبقى اللي طلع لي ده 5 و2 و3. 5 و2 وايه؟ و3. مفهوم الكلام ده؟ في حد عنده مشكله؟ طيب يا استاذ انا خلاص كتبت مجموعه العوامل الاوليه لعدد 30، عايز بقى اعمل ايه؟ ها؟ امثلها على خط الاعداد. اتفقنا عشان امثل على خط الاعداد لازم اعمل ايه؟ ارسم خط الاعداد الطبيعي. لازم ترسم خط الاعداد الطبيعي. في ناس بتروح ترسم خط وتحط عليه الاثنين والثلاثه والخمسه بس. لا، انت عشان تمثل الاعداد دي على خط الاعداد يبقى لازم ترسم عندك خط الاعداد الايه؟ الطبيعي. فاقوم رايح راسم مستقيم. خلي بالكم تاني هكرر تاني، احنا بنعمل ازاي خط الاعداد؟ رسمنا المستقيم. طبعا اكبر عدد عندي 5، يبقى انا مش محتاج اعمل ايه؟ نص سنتي. اعمل مسافات قد بعضها ايه؟ سنتي. اعمل سهم من هنا وسهم من هنا، والمسافات اهي البدايه هنا والمسافات سنتي. شايفين النقطة؟ بحط نقطة، مش بحط واحد كده، بحط نقطة بحيث إنها تبقى ظاهرة بس، يبقى معروف إن النقطة دي بتاعت العدد اللي تحتها. خلاص؟ النقطة دي بتاعت إيه؟ بتاعت كام؟ ينفع أحط الصفر من هنا من اليمين؟ لا. أنا محذركم المرة اللي فاتت وقعتوا فيها برضه في الواد. يبقى خلي بالنا ما ينفعش أحط هنا الصفر من على اليمين، لأن أنا ببدأ من الصغير، الصغير بيبقى على الشمال ولا اليمين؟ على الشمال. فابدا من هنا ده ايه؟ صفر. وهنا؟ واحد. وهنا؟ وقلنا ما بحطش فوقها، بحط ايه؟ تحتها. وتحتها ما تبقاش لازقه فيها كده. ما تبقاش كده بالمنظر ده كده. لا. بقوم انا سايب مسافه صغيره اهي، مش مسافه كبيره كده. ايه وتحتها بالظبط اقوم كاتب ايه؟ واحد. وهنا؟ اثنين. ثلاثة. أربعة. أربعة. لسه ايه؟ 5 6 7. ما عدتش محتاج كده. انا عملت خط الاعداد الطبيعيه لسه ما مثلتش. يبقى ده لازما في الاول بتعمل خط الاعداد الطبيعيه بالمسطره وتعمل ايه المجموعه بطريقه الايه؟ السبع. بعد كده اروح مثل المجموعه بقى، بقت سهله بقى. هتمثلها عنصر عنصر. اول عنصر مين؟ الاثنين. يبقى اجي عندي الاثنين، النقطة اهي بتاعت الاثنين مالكش دعوة بالاثنين ده، في ناس عاملة لي دايرة كده واخدة لي جوه الاثنين. لا طبعا. ما تعمليش دايرة تاخد الاثنين، أنا باجي عند النقطة بتاعت الاثنين اهي. وأعمل دايرة أخلي النقطة بتاعت الاثنين ده جواها. والدايرة دي نصها فوق الخط ونص تحت الخط. والنقطة بتاعت الاثنين جواها. ما أعملش دايرة كبيرة أوي كده ولا دايرة صغيرة أوي كده. دايرة معقولة كده. وتقوم مظللة. بس مبقاش فاضي. بعد كده مين؟ ثلاثة. اهو ايه؟ دايرة برضه نصها فوق ونصها ايه؟ تحت. تحت اهو. على النقطة بتاعت التلاتة وأظلل. بعدها مين؟ أربعة؟ لا. خمسة. يبقى أهو. هاجي على النقطة بتاعت الخمسة أعمل دايرة نصها فوقها ونصها ايه؟ تحتها. وأقوم ايه؟ مظلل. كده عناصر متفردة مش ملمومة في مجموعة، عايز ألمها في ايه؟ بقوم جاي في المسطرة، طالع بشطة من هنا بالمسطرة. وأقوم إيه؟ واخد بقى خط بالمسطرة لحد آخر إيه؟ عنصر، وأقوم نازل. وأقوم نازل ده بالإيه؟ بالمسطرة. مفهوم كده؟ كده بقت إيه المجموعة؟ 2 و3 وإيه؟ و5.
في مشكلة في الكلام ده؟ تعال نشوف الثانية، مجموعة الأعداد الطبيعية، الأعداد الإيه؟ الطبيعية مش الأولية، لأن في ناس راحت عملت الإيه؟ الأولية، لكن دي مجموعة الأعداد الإيه؟ الطبيعية المحصورة بين 0 و 9، أقوم فاتح قوس إيه؟ وأكتبها بطريقة السهل، إيه الأعداد الطبيعية المحصورة بين 0 و 9؟ دكتور أحمد عشان اجيب المحصور بين عددين بقوم ماسك العدد الصغير فيهم، مين الصغير فيهم؟ الصفر، وازود عليه لحد ما اوصل للكبير. يبقى عشان نجيب العدد المحصور بمسك العدد الايه؟ الصغير وازود ايه؟ عليه لحد ما اوصل للعدد الكبير. انا عندي هنا صفر ازود عليه كام؟ واحد. ها؟ اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. تسعة ينفع اخدها؟ لا. لا في الايه؟ الكون. تعالى بقى نعمل ايه؟ خط الاعداد الطبيعية عشان امثل عليه المجموعة اللي عندي، ودايما رسم بالقلم الايه؟ الرصاص. اي رسم عود نفسك عليه بالقلم عشان لو حبيت تمسح تعرف تمسح، ما تبصش الرسمة كلها. أقوم عامل خط الإيه؟ الأعداد الطبيعية. سام من هنا وسام من هنا وأبدأ. أكبر عدد عندي 8 صح؟ آه. فممكن لو عملت إيه؟ نص سم. نص ايه سم؟ لو عملت سم كافي؟ لا 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 يكفي. اهو هنا اهو ده صفر اهو صفر ده كام؟ ده واحد ده اثنين ثلاثة أربعة خمسة شرط تعجبك تبقى زهرة بس ستة سبعة سبعة ثمانية تسعة. تعال نمثل بقى المجموعة اللي عندي، هو عامل ايه؟ أول عنصر عندي كام؟ واحد. يبقى هو جاي عندي ايه؟ واحد، وحاطط ايه دايرة اهو؟ نصها فوق ونصها ايه؟ تحت ومظلل. بعدين ابتدي مين؟ اهو دايرة ايه؟ نصها فوق ونصها تحت ومظلل. بعد كده التلاتة الأربعة الخمسة الستة السبعة الثمانية وهم واخد إيه؟ شرطة المجموعة دي منتهية ولا مش منتهية؟ منتهية. منتهية، يبقى أنا هاخد لحد النهاية بتاعتها كام؟ ثمانية. أهو قوم نازل عند مين؟ الثمانية. وانزل بقى ما انساش، انزل عند السبعة والست، اللي انا واخدهم بس، اللي انا ممثلهم بس. تعال نشوف السؤال الأخير. مجموعة الأعداد الطبيعية الأكبر من كام؟ من خمس. من خمس، الأعداد الطبيعية الأكبر من خمس. دكتور حسام؟ هفتح قوس مجموعة. الستة أكبر من خمسة والسبعة عدد طبيعي وأكبر من خمس والثمانية عدد طبيعي وأكبر من خمس والتسعة عدد طبيعي وأكبر من إيه؟ خمس. ها؟ والعشرة عدد طبيعي وأكبر من خمس. إيه؟ إلى ما شاء الله. إلى إيه؟ وهم عامل إيه بقى؟ راسم خط الأعداد الطبيعية. وهنا ايه؟ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة
سبعة ثمانية تسعة. هنا ايه؟ ست واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. ينفع ابدا من هنا اقول صفر؟ لا، دايما كده الصغير على الشمال والكبير ايه؟ على اليمين. صعبه دي؟ ابدا بقى اول عنصر عندي مين؟ اقوم جاي على الست واخد دايره عليها ومظلل. سبعه دايره نصها فوق نصها تحت مظلل. طبعا ماشية الى مشاية ايه؟ الله مش هتنتهي، بطلع مش اكتر من اتنين من الستة واخد بقى ايه؟ شعاع ماشي ما بينتهيش. وينزل ياخد السبعة والثمانية والتسعة، ده معناه ان هو هياخد في السكة مين؟ 11 12 13 14 وهكذا. واحد بيقول لي ممكن يا استاذ نعمل الستة والسبعة والثمانية وما يوصلش التسعة؟ لأن التسلسل بتاع ست سبعة ثمانية هيعرفني إن هو بعد كده واخد مين؟ تسعة والعشرة والحداشر وهكذا. مفهوم؟ طيب جميل، في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ لو قلت لك مثل على خط الأعداد مجموعة الأعداد الزوجية المحصورة بين 4 و100. عايز يمثل مجموعة الأعداد الزوجية المحصورة بين 4 و100 على خط الإيه؟ أعداد. تعالى بقى نشوف هنعمل دي إزاي. الأول هنعمل إيه؟ هنكتبها بطريقة السهل. دكتور مروان أنت هفتح قوس مجموعة. ها؟ هكتب الأربعة، يعني المحصور بين الأربعة والمية ياخد الأربعة؟ اتفقنا عشان أجيب المحصور بمسك الإيه؟ الصغير، لكن برضه أزود إيه؟ عليه، وأبدأ أزود عليه وآخر. يبقى اللي محصور بين الأربعة والمية، بعدها مين؟ الستة، ثمانية، عشرة، 12، 14، 16 18 20 الى ما شاء الله. لسه 22. بس هو بيتكلم، هو بيتكلم، نسيبه يكمل كلامه خالص. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 يعني انا قلت لك لحد 1000، هتقعد تكتب لي لحد 1000؟ طب ايه، لا لحظه بس، ايه رايك بقى ان انا اقول لك لحد ال 1000؟ كمل اعداد محصوره لحد الان. هو دكتور مروان. ايوه لحد الان. ايه ده كده؟ اعمل فاصله واحط نقط بس. احسن، يبقى انا اعمل فاصله واحط ايه؟ نقط، صح ولا لا؟ وبعدين اقوم عامل ايه؟ فاصله وكاتب اخر عنصر، اخر عنصر اللي هو العدد الزوجي اللي قبل مين؟ الالف، اللي هو كام؟ اللي قبل الالف على طول 999 بس زوجي؟ لا، اللي قبله بقى 998، يبقى هم حاطط 998. بس بالله عليك، كان له لازمه قطعه النفس دي بقى؟ لا. يبقى انا ممكن اعمل ايه بقى؟ طالما هي عناصر كتير هقوم كاتب كفايه 4 عناصر، 1 2 3 4.
وهم ايه مسح ده كله وعامل بقى موط وعامل موط وهم عامل فصل. النقط دي معناها ايه؟ لحظة. النقط دي معناها اعداد زوجية جاية بعد ال 12 ماشية بنفس التسلسل اهو. اعداد ماشية بنفس التسلسل ده يعني اعداد ايه؟ زوجية. مش ده اعداد زوجية؟ يبقى اعداد زوجية جاية بعد ال 12 لحد كام بقى؟ اخر عدد زوجي محصور بين الاربعة والالف. يبقى انا اخد فاصلة واخد اخر عدد زوجي محصور بين الاربعة والالف. دكتور محمد اريس اللي هو كام؟ 998. وقف القوس المجموع. تعالى بقى ازاي نمثل مجموعة زي دي. ده اكبر عنصر عندي كام؟ 998. همثله انا ده هعمل له خط اعداد ازاي ده؟ هعمل له خط اعداد ازاي؟ هكمل خط اعداد لحد 998 هجيبه منين؟ طب لو ضيقت المسافات عشان يديني 998 ده هضيقها لدرجه ان انا مش هشوفها اصلا. وهلزق الاعداد في ايه؟ في بعضها. فقال لي تعمل ايه؟ ارسم خط اعداد. ركز بقى معايا. وأقسمها بقى نص سنتي. ده إيه؟ صفر هنا، واحد هنا، اتنين. ينفع أبدأ من اليمين؟ لا. لا، هنا، ثلاثة، هنا، أربعة، هنا كام؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر. تمام كده؟ وبعدين أنا هقدر أكفي بالطريقة دي لحد 998؟ قال لي لا. قوم عامل نقط كده أهو، وقوم كاتب لي آخر إيه؟ عنصر اللي هو كام؟ 998. خلاص كده؟ يبقى خلاص اصبح معروف ان خط الاعداد ماشي بنفس الطريقه كده لحد مين؟ 998. وبعدين قال لي تعالى بقى مس اول حاجه مين؟ الست. اخد عليها دايره واظلمها. بعدها مين؟ 8 دايره واظلمها. بعدها مين؟ العشر دايره واظلمها. ال 12 دايره ماشية بنفس الطريقة إلى إيه؟ إلى 998. أقوم واخد دايرة عليها ومظلمها. وبعدين بقى آخد أنا إيه؟ شرطة كده وموصل لحد مين؟ 998. وأقوم نازل وماشي أنا هنا كده. آخد ده وبعدين آخد ده وبعدين آخد ده. ويا سلام بقى تقوم عامل السهم كده هنا. السهم ده بيدل ان انت ماشي بنفس الطريقه اللي هي لحد ما توصل لمين؟ 998. وبكده يبقى مثلنا المجموعه على خط الايه؟ اعداد. اتفضل. عادي يا استاذ ما نكونش عاملين الاصفار دي ونقوم واقفين عند ال 12 ونقوم عاملين كده ونقوم عاملين سهم. اه زميلكم بيسال بيقول يعني ما فيش داعي ان انا اعمل النقط دي واقوم رايح ايه؟ انت عايز تقول يعني وتبقى 998 موجوده؟ لا هقف عند ال 12 بس وهم عامل كده سهم كده صح؟ ايه؟ اه كده معناتها ان هي ماشيه ايه؟ الى ما شاء الله. يعني هتعدي على 998 وكمان تعدي على ال1000 وكمان تعدي على المليار وكمان تعدي على الاكبر من ايه؟ مليار. مش هتقف. لكن هنا لها نهايه. السهم ده هسيبه كده لما يكونش لما تكون المجموعه ليس لها ايه؟ نهايه. يعني مجموعه غير منتهيه، المجموعه دي منتهيه ولا غير منتهيه؟ يبقى لازم نقف عند النهايه بتاعتها. وصلت يا دكتور محمد؟ في حد عنده مشكله في دي؟